اوكي الان خلينا نيجي نحل اكسرسايز 2 على الايزومتريك فيو. طبعا احنا حلينا بالفيديو السابق الاكسرسايز 1، الان يجي على اكسرسايز 2. هسه دائما اذا انا شكيت او انا لاحظت انه انا خلينا نحكي بالايزومتريك فيو لازم يعني اذا شفت انه انا بقدرش اني اعمل الشكل مره واحده عادي، انا الشكل بقسمه لاكثر من قسم وبعمله قسمين او ثلاث اقسام بعدين بعمل له يونيون عادي. الان خلينا نطلع هذا الشكل. الان انا جيت طلعت على الفرونت فيو ومعطيني رايت فيو. هسا انا من الرايت فيو شايف انا عندي زي حرف ال تقريبا اشي مشابه لحرف ال، في انا عندي هيك زي اشي زائد، في عندي هاي الويدج وهيك. فانا لما باجي اطلع عليه اوكي انا بقدر اعمل هذا الاشي تمام، ولكن انا في عندي هاي الكيرف هاي فيلتس تمام، في إشي اسمه 3D فيلتس ممكن نجي نستخدمه، ولكن خلينا الآن إحنا جايين على أو خلينا متقيدين بالإشي اللي عندنا هون، أو خلينا أنا أشوف هاي الرسمة وكيف أنا ممكن أجي أعملها تمام. يعني أنا ممكن أعمل هاي الرسمة أعملها سبتراكت كبداية هاي تمام، أوكي بعملها سبتراكت وبعملها إنه تمام أوكي، ولكن يعني بتنعمل هاي واحدة من الطرق. اوكي طيب ايش فيش اشي ثاني ممكن اجي اعمله؟ يعني انا هان شايف انا في عندي هاي هيك كير، لكن انا هاي ممكن اعملها خلينا نحكي اكسترود لبرا وبعدين اضيف الاضافة هاي وهيك. لا خليني اجي اعمل هاي، خليني اجي ارسم الال شيب تقريبا اشي مشابه للال شيب تمام. طيب هاي قديش؟ اوكي ما بعرف هاي قديش، بس لكن انا بعرف انه هاي 45 زائد 12 هي 57 صح؟ سوري هاي 75 57 هاي 25 و 15 30 40 و 21 61 يعني هاي تكون 4 مقدارها تمام؟ خلينا نجي نرسم هاي تمام؟ هي انا عندي هون 40 تمام 15 4 30 12، بدي انزل هاي انا مش عارف قديش، وفي عندي هاي انا مش عارف قديش، بدي اسكر هاي يعني شوي لسه. طيب انا هاي معطيني اياها 10 تمام، انا هاي معطيني اياها 10. طيب هاي قديش؟ هاي اللي هي عبارة عن قديش؟ هي عبارة عن 45 ناقص 21 اللي هي بتطلع قديش؟ اللي هي بتطلع 45 ناقص 21 34 هاي 34 هاي 10 انا عرفتها من هون انها 10 تمام. هاي حكينا بتطلع اللي هي هاي اللي هي 50 سوري هاي 40 يا ربي مش 50 40 تمام. هاي 15 هاي 30 هاي 12. خلينا نيجي نرسم، يلا بدي اجي ارسم فاعل هاي line properties 0.3 خليه نطفي هاي. الآن أنا عندي 40 زي ما حكينا، بدي أطلع مقدار 15 بقى. أنا في عندي هيك حكينا مقدار 4 بقى، أنا بدي أطلع 30 بقى، أنا بدي أروح 12 بقى، أنا حكيت بدي هاي المسافة أنا مش عارفها لسه، بقى بدي أجي أنا من هون بدي أطلع 10 حكينا هاي بدي أروح اللي هي 41 ناقص 45 ناقص 21 تطلع 34 اوكي. سوري حكينا هاي قيمتها اوكي اوكي خلينا نجي نشوف قيمه هاي. هاي قديش قيمتها؟ هاي مش 34 تمام، هاي مش 34. هسه انا
لو جيت قسمت هاي هيك هون 45 هاي 24 سوري 24 تمام، هاي تكون 24 بسكر هيك تمام. الان باجي بعملها ريجن، بغير الايزومتريك فيو تبعتي اس اي. ايوه انتبهوا معي، انا هاي وين رسمتها؟ رسمتها على التوب، وهاي غلطه ما ركزت. شو بعمل؟ بعمل كنترول اي كنترول اكس، بروح على الفرونت، هاي لازم تكون سوري هاي لازم تكون رايت، عملها كنترول في وبحطها وين؟ بحطها على الرايت تمام. الان وين بروح؟ الان باجي على الاس تبعتي، هي صارت على الرايت. الان بدي اجي اعملها اكسترود، الاكسترود تبعتها مقدار قديش هاي؟ ايوه الاكسترود تبعتها مقدار هاي كامله، هاي الاكسترود المقدار هاي كامله. طيب هاي كامله قديش طولها؟ بعرفش قديش طولها، ولكن حكي انا من السنتر للسنتر، من السنتر للسنتر 50، من هون لهون 15، ومن هون لهون 15، يعني 50 زائد 30 80. اكسترود المقدار قديش؟ 80. بغير له هيدن تمام. تمام انا عندي هسه هون فيلتس وفي عندي هون فيلتس. اوكي الان بروح من هون على السوليد، في انا عندي فيلت ايدج، بختار هاي الايدج تمام، اعطي انتر، بدي اعطيها راديوس 15، انتر انتر. الثانية هاي الإج بعطي إنتر، بعطي راديوس 15، إنتر إنتر تمام تمام. الآن بدي أروح على الفرونت فيو، هاي الرايت أنا شايفها هيك الفرونت تمام، أنا هيك شايفها من الفرونت حاليا. طيب أنا شو ضل عندي؟ أنا ضل عندي التفريغ اللي هون والتفريغ اللي هون، كيف ممكن أجي أعمله؟ خلينا نغير على الأيزومتريك فيو، كيف ممكن أجي أعمل هذا التفريغ؟ بكل بساطة هاي من هون بدي أجي أرسم سلندر، هاي السلندر من هاي السنتر تمام. لو جيت اطلعت انا هون قايل لي انه الدايمتر تبعها 15، هاي باجي هون السنتر والدايمتر 15 لورا، بعمل لها كوبي. اوكي الان بدي اجي اعمل لها كوبي لهاي السلندر، بدي اعمل لها كوبي من وين؟ من هون للسنتر اللي هون، انا هاي هذا جمع سبتراكت، هذا بدي ضلي اشيل هاي بدي اشيل هاي، هاي انت تمام تمام. الان انا شو في عندي؟ ايوه الان انتبهوا معي انتبهوا معي، لو جينا هون انا في عندي الان هذا الشكل، بدي اجي ارسمه هسه انا تمام معكم. اوكي بدي اجي ارسمه معكم تمام. اوكي الان لما بدي اجي ارسم هاي، انا في عندي مربع هون معمول له اكسترود المقدار 28، ايش الديتيلز تبعت هاي المربع؟ تمام الديتيلز تبعت هاي المربع انه هاي الديتيلز تبعته احنا شايفينها هون 21 10 50 او سوري 40، بنزل اللي هو لحد هون 24 14 36 وبسكر. خلينا نجي نرسمها على الاوتوكاد، هاي انا وين راح اجي ارسمها؟ ممكن احط اليو سي اس هون، ممكن ارسمها على الرايت فيو تمام. لو بدي ارسمها على الرايت فيو راح اجي ارسم اللي هي 40 اللي هي 15 زائد 25، 40 بطلع 10 بروح 21 بنزل سوري بروح هيك 21 بنزل 24 بعدين برجع انزل 14، الان هيك بروح 36 بسكر هيك تمام. الان هاي باجي بعملها ريجن، بعد ما اجي اعملها ريجن الان بغير الايزومتريك فيو تبعتي للاس اي تمام. والان شو باجي بعمل؟ الان باجي بعملها اكسترود، اكسترود المقدار قديش؟ اكسترود هيك المقدار قديش؟ اكسترود المقدار هاي المسافة اللي هي قديش؟ 28، باجي بعمل لها اكسترود المقدار 28. طيب الان بدي انقلها من هون لهون، شو بدي اجي اعمل؟ بدي اجي اعمل لها موف
انتبهوا من هون من هاي الميد بوينت لهاي الميد بوينت هيك هيك. لو جيت شفتها على الرايت شفت الاشي اللي بدي اياه انا. تمام تمام. الان خلينا نرجع الاس اي تبعتنا. انا شو باجي بعملها ايش؟ باجي بعمل يونيون بين هاي وهاي. طيب انا في عندي شكل المثلث اللي انا شايفه من هان لهان اللي من هاي الميد بوينت لهاي الميد بوينت. انا كيف ممكن اجي اعمل هذا المثلث؟ كل بساطة باجي شوفوا انتبهوا معي بحدد اليو سي اس اصير مثال على هذا الفيس. فالان ما اجي ارسم مربع. تمام انا عندي هيك سوري مثلث انا هيك عندي 45 بدي اطلع بقيمة اللي هي 30 زائد 5. ليش 30 زائد 5؟ هاي القيمة لحد هون 30 وهاي 15 اشيل منها 10 بيضل 5 يعني قديش 35. بسكر هيك باجي بعمل له region extrude المقدار قديش فكروا extrude المقدار قديش ال extrude هتكون المقدار 6 هاي. والآن باجي بعملها موف من الميد بوينت اللي هون للميد بوينت اللي هون وهي يونيون بين هاي وهاي. طيب أنا شو ضل عندي؟ ضل عندي الدوائر. هاي الدوائر كيف بدي أجي أعملهم؟ معطيني تفاصيل هاي الدوائر. بحكي لك أنا عندي دائرة كبيرة السيبور تبعها 16 بديب 8 وفي انا عندي محفورة او ثرو عندي دائرة بديمتر قديش 10. طبعا هاي انا بحكي على الجوانية وانا اصلا اوريدي انا عندي دائرة كبيرة بريدس 14 فانا رح ابلش من الخارجية بريدس 14. تمام هاي الام بريدس 14 قديش معمولها اكسترود؟ معمولها اكسترود المقدار 42. هاي هون رح اجي هون اغير ال UCS. انتبهوا معي UCS بدي يصير على هذا الفيس. انا في عندي ما زبطش مع ال UCS مش منظره مش منطقي هيك زبط. انا في عندي دائرة او انا عندي سلندر براديوس 14 معمولها اكسترود المقدار قديش 42. تمام الان بدي انقلها من هون لهون. كيف بدي انقلها من هون لهون؟ ايوه انتبهوا معي. الآن أنا أوكي الآن أنا في عندي هاي المسافة. هاي المسافة قديش؟ 42 ناقص 28 هاي 3 هاي 12 أنا عندي 4 هون وواحد 14 على 2 فهاي رح تكون 7 وهاي 7. فأنا شو رح أجي أعمل هون؟ رح أجي أنا مش عندي هون ال اوكي راح اجي اطلع 14. تمام اجي بدي اطلع من هاي لاين مقداره 14 واجي لهون مقدار 7. تمام عشان لما اجي اعمل موف لهاي بمسكها من السنتر اللي هون على النقطه اللي هون هيك اكون حاطتها في المكان الصحيح. تمام تمام. الآن لو جينا شفنا التوب أو سوري شفنا الفرونت مباشر زي ما أنا كنت شايف على الأزيمتريك فيو أو على الفرونت فيو. الآن شو باجي أعمل؟ أنا بدي أجي أعمل موضوع التفريغات. أول إشي أنا في عندي سلندر من هون الدايمتر تبعها قديش حكالي؟ الدايمتر تبعها 16 الديب 8 ولكن لجوا فراح أعطيه ناقص 8. تمام الان كمان انا عندي في سلندر ثالثة هون الدايمتر تبعها قديش 10 ولكن انا عندي فراغ بعطيها زيادة. يعني شو باجي بعمل سبتراكت. انا عندي هذا الشكل الاساسي ودي هاي تضلي. انا شو بدي اشيل منه؟ بدي اشيل منه هاي وهاي. انتر. تمام انا الان لو جيت غيرت الاوربت اوكي هاي
بس خليني اجي اعمل موف لهذا الشكل. الان باجي بشوف الفرونت فيو مطابقة للاشي اللي انا شفته. صحيح صحيح. لو جيت شفت انا هون ال رايت فيو هيها مطابقة لايش؟ للاشي اللي انا شفته هون. وهيك انا بكون رسمت الايزومتريك فيو. فالفكرة في الايزومتريك فيو اني انا بدي اقسمها لاكثر من شكل بحيث اني اعملها اكسترود. بدي اعرف اتخيل كيف اقسمها واعملها اكسترود حسب خلينا نحكي الاطوال اللي هو معطيني اياها. فهون انا بدي يجي عندي ايش انا بسميه الجيومتريك سنس. فهي بيعتمد على البراكتس شوي، بيعتمد على السكشنينج تمام مش كثير، ولكن شوي بيعتمد على خبرتك في السكشنينج وشو اسمه وشوية براكتس تمام. فيعني تقريبا هذول السؤالين اخذوا منا ما يقارب خلينا نحكي 35 دقيقة تقريبا، باخذوا منا 40 دقيقة تمام. وسؤال في دي سوليد باخذوا منا تقريبا كمان نص ساعة، هيك احنا حدود الساعة ونص اللي هو المفروض هذا بحدود امتحان، بحدود وقت امتحان الاوتوكاد الفاينل هو بحدود الساعة ونص. فالفكرة انه ايش؟ انه انا بدي اعمل براكتس، مخيلتي لازم انا اكون شوي اقدر اتخيل شو عم بيصير تمام. لانه انا اذا ما كنت شوي عم بحاول اتخيل او عم بحاول اني اعمل اشي فانا ما رح استفيد او ما رح احصل علامات تمام. فالفكرة انه انا لازم ايش؟ لازم اني اعرف شو اسمه كيف احصل علامات بالطريقة المناسبة تمام. فانا شو شفته بقسم الشكل لأكثر من شكل حسب ما انا بتخيله تمام، وبعدين بشتغل. يعني احنا اليوم تعلمنا اشي جديد اسمه 3D Fillets تمام. ف يعني انا ممكن بكون بلشت بهاية تمام وعملت الفيلتس العادية، بعدين رسمت الأشياء الثانية وعملت يونيون عادي ما فيها أي مشكلة، بعملها في الطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة والأسهل لي تمام. وبالأخير قد ما بجهز من الرسمة قد ما باخذ علامة تمام تمام. وإن شاء الله بشوفكم في النكست باس بيبر في الايزومتريك فيو، ومع السلامة.